تشاهدون في هذه الحلقة من بغداد سافرت مع أطفالها دون علم الزوج. راحت البيت أهلها ومن بيت أهلها البنية اختفت. أروح لهذا يقول لي ما أدري، أروح لهذا يقول لي ما أدري. دزوا عليه أهلها اللي هو والدتها وعمها، قالوا لي يا بالبنية بتركيا لم غلاظك وروح وراها. والله زوجتي أخذت أطفالي وطلعت بال 2019 18 5 2019. على ذمتك بالبداية؟ على ذمتي لحد الآن. ناشدت، قمت دعاوي، قمت دعوة مشاهدة وكسبتها زين، حتى أشوف أطفالي وين مصيرهم زين. أخذت دعوة المشاهدة، ميزوا القرار، القاضي طاني دعوة مشاهدة بالشهر، أول شيء بالشهر مرتين، ميزوا القرار صار بالشهرين مرة، بالشهرين مرة، والقاضي خلى تكاليف السفر راحة وجاية علي زين، اللي هي تكتاء طيارة هي وجهال اثنين ومصاريفهم حتى من المطار كروا لبيتنا الحي العدل زين، هاي مصاريف عليه زين، هاي كلها تكلفني أنا بالمليون وثمانمية. عضتك شنو الدعوة اللي رفعتها؟ دعوة مشاهد، مشاهد شاهد أن شاهد أطفالي، حتى أشوف أطفالي، حتى أعرف مصير أطفالي. شنو المشكلة بينك وبين زوجتك؟ أكو مشكلة؟ ما عندي أي مشكلة وياها، علاقة طيبة زين. رمضان 2019 اللي كان بشهر الخامس زين، راحت البيت أهلها ومن بيت أهلها البنية اختفت. أروح لهذا يقول لي ما أدري، أروح لهذا يقول لي ما أدري. دزوا عليه أهلها اللي هو والدتها وعمها، قالوا لي يا بالبنية بتركيا لم غلاظك وروح وراها. قلت لهم شلون اروح وراها؟ حتى جواز السفر عندها ما اخذته من عندي. ماتك؟ ماتي جواز. زين؟ زين الاطفال شلون طلعوا تركيا؟ الاطفال طلعوا تركيا، ما اعرف شلون طلعوا تركيا. ما اعرف، ناشدت، رحت، مطار، ما بقيت، دعاوي، حتى سيارتي. زين؟ انا بعتها بسبب المحاكم والمصاريف، تعرف التكاليف، ما استحصلت كتاب من المطار انهم طالعين بدون موافقه، هذا الكتاب. طالعين بدون موافقه من الاقامه والمطار، طلعت هذا الكتاب. زين يقول هذا الكتاب طالعين بدون موافقة سفر. زين شلون طالعين أطفالي؟ أنا أشهد وزير الداخلية. زين أطفالي شلون طلعوا؟ الضابط اللي طلعهم منه؟ على أي أساس طلع أطفالي هو؟ هذا شنو 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 الضابط؟ بس بعد ما استحصلت هذا الكتاب اللي يقول طالعين بدون موافقة، أرد أعرف مصير جهالي. بعدين ظليت مصر على هذا الموضوع. تحكي لي بالدعوة، أنت ربحت مشاهدة شهرين، مرتين بالشهر، مرتين بالشهر. خوش هي بتركيا طبعا. اي على ضوء هذا الكتاب قلت لك اللي هم طالعين بدون موافقه. أي. بعد سنه حصلته وكوما صرفت. حصلت هذا الكتاب، قمت به دعوه اسقاط حضانه حتى استرد اطفالي. خوش. استاذ قمت دعوه اسقاط حضانه. بعد ما قمت الدعوه اسقاط حضانه، على اساس شنو قمت الدعوه؟ على اسقاط حضانه انه مسافره مغادره بدون موافقه. يعني وهاي خيانه امانه. أي. باعتبارها فاقده شرط من شروط الامانه، وهذا شرط جوهري. زين نقطة على السطر، هسه هي فقدت شرط من شروط الأمانة، حرمتني من أطفالي وحرمة الرحمة. زين هنا الموضوع، على هذا الكتاب قمت الدعوة. القضاء بالبداية أنصفني، القضاء اللي بمحكمة الزوراء أنصفني وطاني إسقاط حضانة، قال باعتبارها مسافرة بدون موافقة هذا كتاب إسقاط حضانة. حصلت الكتاب، استحصلته. هي من 2019 طالعة. 2019 هذا الحكي كله محاكم، أنا روح أركض، روح تعال وأصرف. زين ورا ما حصلت الموافقة إسقاط حضانة، حصلت كتاب موافقة إسقاط حضانة. زين هم ميزوا القرار عليه، راح الكتاب للتمييز. زين اللي بالقرار اللي حصلته رجع ضدي، رجع ضدي. شنو السبب ما أعرف. زين أنا عندي كتاب عليها مال إقامة مسافرة بدون موافقة، هذا حقي. بعد شنو رجعوا عليه؟ لا منقوض، ما تفقد شرط من شروط الحضانه. ما اعرف شنو السبب، ما ادري. زين شنو صار وراها؟ واللي صار وراها والله جيت هسه انا ناشد القضاء، اناشد الاستاذ فاق زيدان المحترم. يعني شنو انا وين اروح؟ شلون اعرف جهالي مصيرهم وين؟ 2019 لسه ما اعرف وين جهالي. زين واني شنو مصير جهالي؟ شنو مصيري انا؟ شنو زين وزاره الداخليه، اناشد وزير الداخليه المحترم عبد الامير الشمري. زين يعني هم اللي طلعوهم هم يستردوهم لي، صح كلامي لو غلط استاذ؟ يعني هو اللي طلعها من المطار اللي هي جنب بيتي الضابط. شلون يعني شلون المين ناشد؟